خلاص بقى يا حبيبتي من فضلك، عايزين ننسى المشاكل شوية يا صابرين. انسى ايه يا رؤوف؟ انت كل شوية تقولي عندي شغل عندي شغل. طب هقولك على حاجة يا حبيبتي، بصي بقى، انا فكرت في حتة بلان تحللنا كل المشاكل دي. 12 ساعة شغل و12 ساعة 12 ساعة جواز. ما انت عملت البلان دي قبل كده 100 مرة، بس وانسى بقى ما تليفونك يرن فجأة تختفي من الشقة، وانا بقى اقعد اندب حظي على ال100 بلان اللي انت عشمتني بيهم. معلش يا حبيبتي، فجأة اختفي من الشقة ايه بس كده؟ طب هقولك يا حبيبتي، يلا بينا نروح على شقتنا دلوقتي وننسى كل حاجة. يلا ننسى؟ ننسى ايه ولا ايه؟ فاكر يوم كتب الكتاب يا اوفا؟ بلاش. فاكر يوم ليلة الدخلة؟ لا لا لا، من فضلك، ايه 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 موضوع ليلة الدخلة ده اللي هتقعدي تقطميني بيه طول حياتي بقى؟ حبيبتي احنا صبرنا كتير، يعني احنا صبرنا سنين تعارف وحب وخطوبة، مش قادرة تستحمليني شهر واحد جواز برضه؟ هو فين الجواز ده اصلا يا اوفا؟ فين؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، هقول لك على حاجة. مش اللعيبة قبل ما ينزلوا الملعب مش بيسخنوا؟ طب ايه رأيك بقى لو اعتبرنا كل اللي فات ده كان تسخين وهننزل بقى نلعب الماتش النهاردة، ايه رأيك؟ طب يلا بقى لحسن الحكم صفر بقاله كتير قوي. السكر يا حبيبتي تجنني. شوف يا صابرين، احنا قعدنا سنين قد ايه صابرين يعني. انا مش هكون رؤوف معاكي ابدا بعد كده. لا انا اقتنعت بجد، اقنعتني. يلا لو سمحت ممكن تشيك بعد اذنك شويه يا حبيبتي؟ طب نخلص بسرعه بس. لحظه نخلص. طب ايه ده ايه ده؟ مش مهم مش مهم. اما انا بقى يا حبيبتي هنسيكي الدنيا كلها حالا يا روحي. بجد يا وفاهمني؟ بجد يا روحي، بجد بجد بجد، انا هوريك حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده ابدا. انت عارف انا دايما برا عن ليله الدخله بس عمري ما عشتها. لا 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 لا، تقري ايه؟ انت هتشوفي الواقع دلوقتي يا روحي. بجد يا وفا، طب انت عايزني البس لك ايه؟ القميص الاصفر؟ ايوه ايوه ايوه، كل الالوان كل الالوان كل الالوان كل الالوان يا روحي. يلا يلا خشي. لا ما تردش. لحظة بس، لحظة. لا 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 ما تردش حبيبتي، أصل أنا لازم أرد أرجوك. لا أنت لو رديت يا رؤوف أنا هعمل مشكلة وهسيب البيت وأمشي. على الطلاق، ما أنا ردت أهو. يلا يلا.